أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رياض حجاب، حكومة تضم شخصيتين من معارضة الداخل التي تطالب بإصلاحات سياسية رافضة أي تغيير يتم فرضه من الخارج. وقد احتفظ كل من وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين بمنصبه، كذلك الأمر بالنسبة لوزير الداخلية لواء محمد إبراهيم الشعار، في حين عين عمران الزعبي وزيرا جديدا للإعلام. وكذلك احتفظ وزير الدفاع نائب رئيس الحكومة العماد داوود راجحة المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية احتفظ بمنصبه وزيرا للدفاع. اللافت في تشكيل الحكومة الجديدة أنها تضم وزيرين من معارضة الداخل التي تطالب بالإصلاح السياسي، وهما رئيس الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وهو شيوعي سابق قدري جميل، نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وفي حين عين علي حيدر قومي السوري السابق وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية. ويأتي استحداث حقيبة وزير لشؤون المصالحة الوطنية لتكون الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات السورية، ولتطرح الكثير من التساؤلات حول الشرخ الذي يعاني منه المجتمع السوري بين معارضة وموالاة، ومدى قدرة الحكومة السورية الجديدة التي يشكك المعارضون لمصداقيتها أصلا على تحقيق المصالحة الوطنية. معنا عبر الهاتف من باريس الكاتب السوري ميشيل كيلو. أهلا بك سيد ميشيل كيلو، هل ترى أن هناك ضرورة الآن لتشكيل وزارة المصالحة الوطنية؟ يعني في أكثر من جانب جديد بالوزارة الجديدة. مثلا لقب الدكتور قدري جميل نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، هي أول مرة يحكى بحماية المستهلك عندما وصل المستهلك إلى الحضيض تماما ولم يعد لديه شيء يأكله حتى نحميه، حتى نحميه فعليا من سياسات الغلاء والفساد وإلى آخره. يعني هي شغلة ملفتة للنظر أنه الآن صار في تفكير بالمستهلك بعد أن دمر تماما المستهلك. طيب. نتحدث عن المصالحة الوطنية، هل ترى الآن أنه يعني هل من المبكر الحديث عن المصالحة الآن أم أنه وقتها؟ لا، هو بالوقت متأخر جدا الحديث عن المصالحة الوطنية. نحن طرحنا فكرة المصالحة الوطنية في لجان حياء المجتمع المدني عام 2001، وطرحنا مخطط وبرنامج المصالحة الوطنية، وقلنا إذا لم تتم هذه المصالحة الوطنية فإن سوريا ذاهبة إلى كارثة. ويومها رد علينا المسؤولون والرئيس بشار الأسد نفسه أنه هذا الكلام، لأن نحن لسنا قبائل كي نتصالح، وها نحن الآن هم يقاتلون الآن الشعب وكأنهم قبائل فعليا. فالمصالحة الوطنية تأخرت كثيرا كثيرا جدا، ولا أعرف إذا كانت المصالحة الوطنية يكفي لها أن يكون لديها وزارة أو أن يكون هناك وزير للمصالحة الوطنية بالضبط، في حين أن الدولة بأسرها تنتهي سياسة سحق المجتمع وطحن المجتمع وسحق الدولة. يعني أنت برأيك أنه هذه الوزارة الجديدة التي استحدثت لا أمل لها في أن تحقق أي يعني أي مصالحة حقيقية على الأرض؟ بالتأكيد لا، إذا لم تكن المصالحة استراتيجية كاملة للدولة، إذا لم تكن الدولة قابلة بأن تتصالح مع الشعب وأن لا تعتبره مجرد عصابات مسلحة وأن لا تعتبره مجرد متآمر على السلطة وأن لا تعتبره عميل لقوى خارجية، يعني كيف تكون هناك مصالحة؟ هذه ليست مسؤولية وزير، مع احترامي للدكتور علي حيدر الذي هو صديق لي، هذه ليست مسؤولية وزير، وأنا أعتقد أنه لن يستطيع أن ينجز شيء. طب كانت هناك تجارب في لبنان يعني سيد ميشيل كيلو. لا مش عم أقاطعك، بس لأقول لك أنه يعني هناك تجارب أخرى كانت في لبنان، مثلا وزارة المهجرين على سبيل المثال التي لعبت دور كبير في عملية المصالحة وإعادة المهجرين إلى مناطقهم. برأيك هل يعني إنشاء وزارة للمصالحة الآن يؤشر ربما إلى قبول بحل ما، بتسوية ما في سوريا؟ لا، تشكيل وزارة، بالمناسبة يا ريت يسموها وزارة المهجرين، لأنه في سوريا الآن 2 مليون مهاجر داخل البلد، وفي نصف مليون مهاجر خارج البلد، يا ريت يسموها وزارة المهجرين أو أنشأوا وزارة المهجرين. لا أعتقد أن هذه الوزارة ستسهم في، على رغم النوايا الطيبة للدكتور علي حيدر، أنها ستسهم إذا لم يكن هناك استراتيجية كاملة للدولة في المصالحة الوطنية أنها ستسهم في مصالحة وطنية. لكنني أريد لك قراءتي للموضوع، هذه أهم من مثل الوزارة كما أعتقد. نحن كنا نعتقد كل الوقت أن المعارضة الداخلية أو ما يسمى بالمعارضة الداخلية التي لا تريد تغيير النظام من الخارج، يعني تحديدا جبهة التغيير الشعبية التي ترأسها الدكتور قدري جميل والدكتور علي حيدر،
نعتقد كنا أن هذه المعارضة ستلعب دورا في الحوار الوطني الذي سيجري على مستوى المعارضة بكاملها. عندما يعين الآن هذان القطبان للمعارضة الداخلية أو لما يسمى بالمعارضة الداخلية وهي جزء صغير من المعارضة الداخلية يعينان في الوزارة، فهذا يعني أن النظام استغنى نهائيا عن الحوار الوطني الشامل. استغنى نهائيا عن الحوار الوطني الشامل فعلا، أم أن هناك فعلا أطراف داخلية ترى أن النظام فعلا ربما يكون جادا في عملية يعني في عملية الإصلاح كما يقولون، أو أنها سئمت من الوضع القائم على الأرض من تقاتل ومن سفك دم يومي وتريد أن تعمل في اتجاه معين، يعني اتجاه البناء كما يقولون؟ يعني نحن نتمنى على هؤلاء الأشخاص الذين سئموا من سفك الدماء أن يناضلوا من أجل وقف سفك الدماء. ثم أن المسألة ليست ماذا يفكر فلان وماذا لا يفكر فلان، المسألة هي الواقع. أين هو الواقع؟ في أي واقع نحن الآن؟ نحن الآن في واقع فعليا متفجر إلى أبعد حد. هناك كارثة حقيقية حلت بالناس، هناك مدن بأسرها دمرت، هناك ملايين البشر الذين أصبحوا بلا مأوى أو أنهم ملاحقون أو مطاردون أو معتقلون أو مقتولون أو إلى آخره. وأنا أعتقد أنه هذه هي المسألة الأساسية التي يجب أن تعالج الآن، ولا سبيل إليها إلا بوقف إطلاق النار وإطلاق الناس، سرح الناس من السجون وتنفيذ البنود الستة لمهمة كوفي عنان. ولكن سيد كيلو، أليس الحديث عن المصالحة هو في شكل من الأشكال إقرار بأن هناك حكومة ومعارضة، وليس يعني وليس الحديث عن جماعات إرهابية أو عن مؤامرة خارجية؟ لأنه كلمة المصالحة تحمل أبعاد كثيرة، أليس كذلك؟ صحيح، لكن هذا ليس هو المعنى بالضرورة. ربما كان دخول هذان السيدان في الوزارة هو المعني بمسألة المصالحة وهو المعني بمصطلح المصالحة. أن لدينا معارضة وطنية ها هي الآن في الوزارة، لدينا معارضة غير وطنية ها هي في الخارج أو في الداخل متواطئة ومتآمرة، ونحن نتصدى لها بالطريقة المناسبة، وهذه هي المسألة من أول إلى آخر. إذن هذا معنى المصالحة. معنى المصالحة أننا أدخلنا أطراف في الوزارة ما كانوا ليدخلوا في الوزارة الأزمة الوطنية الكبرى. شكرا لك سيد ميشيل كيلو الكاتب السوري المعارض من باريس. معنا من مدينة برمنغهام البريطانية علياء محفوظ علي، عضو النادي الاجتماعي السوري، وهنا في الاستوديو الناشط السوري كريم العفنان. أهلا بكما. أبدأ معك علياء، هل فعلا ترين أن يعني اختراع أو إنشاء وزارة للمصالحة يحصر الأمر بما بالمعارضة التي يرضى عنها النظام؟ جزء من معارضة الداخلية يقول إن المعارضة الخارجية كما قال السيد كيلو للتو ربما سمعتيه، إن هذه المعارضة الخارجية متآمرة عميلة يعني تريد التدخل الخارجي ونحن نتعامل معها بالحل الأمني ولكننا جادون في المصالحة. هل توافقين على هذه الوجهة؟ هلا المجتمع السوري عانى من حملات دعائيه كبيره لتقسيم واحداث شروخات كبيره بالهويه الوطنيه السوريه، فنحن بالتالي بحاجه الى اي مبادره تحسن النيه لخلق هالمصالحه بين افراد الشعب السوري، سواء هذه مبادره تحسن النيه كانت بوزاره او مجتمع اهلي او شخصيات معروفه مثل الدكتور علي حيدر مثلا اللي بيجمع عليه قسم كبير من الشعب. عدا عن انه دكتور علي حيدر مثلا هو من حزب الحزب القومي السوري الشق المعارض، واللي هو من زمان مو هلا يعني صار معارض، وتاثر تاثر مباشر بالازمه، يعني فقد ولده الله يرحمه بالازمه، فبالتالي هو متاثر تاثر مباشر ومع ذلك يسعى للمصالحه الوطنيه. بس بالنسبه للدكتور كيلو انه عم يحكي انه مجرد انه دكتور قدري جميل والدكتور علي حيدر انحطوا بالوزاره انه يعني صاروا جزء من النظام عمليا، معناتها نحن تخلينا عن الحوار الوطني. انا ما بوافقه بالراي، هذا نوع من دمج حكومه وطنيه مثلا. طيب بالنسبة لك كريم، هل ترى أن هذه فعلا بادرة حسن نية من النظام، يعني الحديث عن المصالحة كما تقول علياء؟ يعني السوريين يعرفون تماما أنه هذا النظام أدمن فكرة الكذب على المجتمع 40 عام، أدمن الكذب لدرجة أن الكذب ليس استثناء في السياسة السورية، يعني من فرط التكرار صار حقيقة. يعني كيف مصالحة وطنية؟ إحنا اليوم أحوج ما نحتاج ل وزارة لدفن الموتى، يعني مكتب لدفن الموتى. اليوم عشرات الجثث بسوريا، اليوم أكثر من 80 شهيد، والنظام يتحدث عن مصالحة. يعني هذا مضحك مبكي، يعني كيف يفرض مصالحة وطنية بأي شروط؟ يعني ثم لاحظي أنه
يعني الأستاذ علي حيدر أو الأستاذ قدري جميل هم جزء عضوي من النظام، هم على يمين النظام يقفون. الحزب القومي السوري حزب متورط في الدم السوري بشكل يومي. كيف يكون هذا الطرف في المصالحة، أو كيف يكون يزعم يرأس مصالحة؟ السوريين من زمن طويل يطالبون الحزب القومي السوري بالاعتذار، لقد اغتال عدد من الشخصيات الوطنية السورية ناهيك عن اللبنانية. علياء، سمعت كريم يقول أنه على النظام يعني أن يوقف القتل قبل أن يتحدث عن المصالحة. أنت بالنسبة لك يعني كيف يمكن أن تنظري إلى هذه البادرة كبادرة حسن نية فعليا والقتل ما زال مستمر على الأرض؟ هلا نحن أسا ما عرفنا الوزارة شو صلاحياتها وشو الأشياء اللي هي بدها تشتغلها، بس نحن مثلا نتمنى أن المحاكمة العادلة، أن يكون من صلاحيات المحاكمة العادلة للقتلة تعويضات المتضررين ولم شمل النسيج الاجتماعي السوري. فأنه هذا نحن بنتمنى يكون من صلاحيات هذه الوزارة الجديدة. هلا بعدين كمان عن القتل المستمر، طب يعني أنه الهدف أنه نعمل وزارة للمصالحة وما زال الناس يتقاتلون والقتل الطائفي مستمر؟ هلا تماما، هلا الناس يتقاتلون أوكي والقتل الطائفي، بدك أنت حدا ميدل جراوند، بدك أنت طبقة وسطى تحاول تجمع الطرفين المتطرفين من كل طرف. فأنت لما بتجمعيهم سواء كنت بوزارة أو بمجتمع أهلي أو بشخصيات معينة بيكون تمام. لحظة كريم لدي تعليق. يعني النظام خرب مكونات المجتمع، يعني نتحدث عن طبقة وسطى في بعد 15,000 شهيد لا يوجد اليوم لا طبقة وسطى ولا فريق ثالث، إما مع القتل أو ضد القتل. لا. يعني هذا رأيك، لكن طيب ماشي كريم، بس سوري يعني إذا أنا وأنت مثلا بدنا نتصالح مع بعض وجابوا مثلا شخصية وسطى، أوكي؟ يعني أنا وأنت بدنا نحكي مع بعض، بدك تجي أنت تحكي أنه والله هذول كذابين والكذب وهذول الحركات، ليش ما نحن بناخذها بادرة مشان أنا من جهة وأنت من جهة نتصالح مع بعض ونلم الشام السوري؟ يعني بسوري. هذا النظام غير مؤهل أخلاقياً وتاريخياً للمصالحة مع السوريين، هذا النظام ضرب مكونات المجتمع السوري مع بعض، هذا النظام نزع السياسة من نفوس السوريين، الشعب السوري منزوع السياسة من 40 سنة، السوريين اليوم ليسوا بحاجة لمن يمثلهم، لو يعني مع من سيتحاور علي حيدر؟ إذا كان علي حيدر بده يتحاور مع المجلس الوطني أو مع فريق هيئة التنسيق أو مع أي فريق آخر، النظام يعرف مع من يتحاور، عليه أن يتحاور مع أهل حمص، إدلب، حماة، كل التيارات المعارضة ممكن بعضها في منها انتهازي ممكن يلجأ لفكرة أنه ممكن يوافق، لكن لا أعتقد أنه بعد يعني بعد 15,000 شهيد من سيقبل بحوار مع نظام يفتقر للأخلاقية. هذا النظام دعليا تقول وجهة نظرها، يعني هناك وجهة نظر واضحة لدى كريم عليا، يعني هو يقول بعد كل هذه الآلاف المؤلفة من الشهداء كيف يمكن الحديث عن المصالحة؟ هلا الحديث عن المصالحة هو مثل ما حكينا هو بادرة حسن نية، إسا ما عرفنا يعني تماما شو الصلاحيات ومع مين بده يتحاور. هلا مثل عم يحكي أنه هل سيتحاور مع أهالي حمص، هل سيتحاور مع المجلس الوطني، ما عندي فكرة. بس أنا كمواطن سوري وهو كمواطن سوري بدنا مين يلمنا، مين يرجع الشمل والهوية الوطنية السورية. هذه الحكومة عليا هي 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 الطرف الصالح ليقوم بلملمة شمل الشعب السوري؟ هلا نحن نستبشر بها خيرا، بس يعني لماذا إن شاء الله تعطيها الفرصة؟ يعني ما الذي قدمته سابقا أو ما الذي قدمه سابقا هذا النظام لتقولي أنت أنه يمكن أن نعطيه فرصة أخرى؟ هلا أنا ممكن أعطي فرصة لوزارة المصالحة الوطنية، أنا هذا اللي همي، لأنه هي الوزارة اللي نحن بأمس الحاجة لها، كونه أنه هي من شخص تأثر، يعني يقودها شخص تأثر تماما بالأزمة، شخص من الطرف المعارض إذا بدك، شخص من الحزب القومي السوري، وهذا يعني تعددية ما نبعثي كمان. طيب. عفوا، يعني الحزب القومي السوري، الحزب الشيوعي بعد الانشقاقات الأخيرة آخر 30 سنة، يعني كل هذه الأحزاب هي تابعة لمالكها وصاحبها الوحيد هو حزب البعث. ثم أنه أسأل العزيزة عليا أنه السوري المنفتح القلب يعني لا يعرف عن سماحة نفس حكامه أي شيء، بمعنى أنه هذا النظام لم نعش معه وحدة حال من يعني من 40 سنة، هذا النظام كان طرف بالأزمة وهو سبب الأزمة، هو الفاعل الأساسي في الأزمة. ولكن أوكي، هو طرف بالأزمة، المعارضة ما أنا طرف بالأزمة؟ لا، المعارضة ما في، يعني المعارضة السورية أنت يعني من بعد يعني كذبة ربيع دمشقي اللي بدأت عام 2000، النظام السوري يعني عمليا هو ألغى كل بوادر المعارضة السورية، ما ظل في عندنا معارضة، كل المعارضة الموجودة هي تشكيلات حديثة، يعني والناس يعني سئموا من فكرة وجود المعارضة طرف، يعني المعارضة ليست طرف في مواجهة نظام عنفي 100%،
لا يمكن أن تجد يعني معارضة سلمية 100%. يعني النظام هو أساس العنف. هلا بس في شغله اخر لحظه، انه ما في ملائكه وشياطين، ما في انه شخص انه مثلا طرف هو ملائكه وما عم يعمل شيء وطرف هو شياطين هو اللي عم يعمل كل شيء، لا، اثنين طرفين بالازمه تماما. يعني ازمه ما بتجي لحالها، تواطؤ مع القاتل. في عندنا لا مو تواطؤ مع القاتل، في عندك عده اطراف. يعني المعارضه ما انا هيك حامله غصن زيتون وعم تعمل هدول الحركات، اوكي يعني في قتل، في هدول، في تسليح. الدم السوري اول شيء دم سوري واحد، الكل عم يموت. فنحن اذا بدنا ناخذ من منطلق انساني انه هاي البادره انسانيا ممكن تلم الشمل، ليش ما بنعطيها فرصه؟ انا مع انا الشعب السوري بحاجه للحوار، نحن بامس الحاجه للحوار، لكن بعد تفكيك الاجهزه الامنيه ورحيل هذا النظام، يوم واحد من دون الأسد سبب كافي لأن يكون هناك حوار وطني، سبب لأن تستعيد سوريا كرامتها، ولأن يعني حتى لبنان يستقل أكثر. يعني عمليا مع هذا النظام لا القضية الفلسطينية ستكون بخير، ولا لبنان سيكون بخير، ولا السوريين سيكونوا بخير. هذا النظام أكبر مصيبة على السوريين. أشكرك كريم العفنان الناشط السوري، وأشكرك علياء محفوظ، علي عضو نادي الاجتماعي السوري، وأشكركم مشاهدينا على متابعة حلقتنا لهذه الليلة. العالم هذا المساء يعود معكم في الغد في نفس الموعد. إلى اللقاء.